الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد الشنقالي أن النظام المصرفي في العراق فشل في بناء ثقة المواطن من خلال اتباع سياسات مالية رصينة وشفافة. وقال الشنقالي إنه حسب بيانات منشورة فإن النقد المتداول قيمته أكثر من 100 تريليون دينار، وأن 93 تريليون منها يتم تداوله خارج المنظومة المصرفية، موضحا أن هذه الأرقام تشير بوضوح إلى عدم ثقة المواطن بالنظام المصرفي الذي بدوره فشل في بناء ثقة المواطن من خلال اتباع سياسات مالية رصينة وشفافة. ارتفعت أسعار بيض المائدة في العراق لأرقام قياسية جديدة مع تزايد الطلب وقلة العرض بسبب منع وزارة الزراعة استيراد البيض من الخارج وعدم وجود إنتاج محلي يغطي حاجة السوق المحلية. ووصل سعر كرتون البيض الواحد إلى أكثر من 75 ألف دينار بعدما كان سعره لا يتجاوز 48 ألفا في العام الماضي. وتعود أسباب ذلك إلى الارتفاع المتواصل لسعر الدولار وغياب الرقابة الاقتصادية وضعف تطبيق القانون، فضلاً عن الإجراءات المتبعة من قبل الوزارات المعنية. ويؤكد عدد من التجار أن السوق العراقية تشهد حالة من الغليان في جميع البضائع ومنها بيض المائدة. كشف خبراء اقتصاديون أن دعوى تقليل استهلاك الوقود الأحفوري ستكون لها نتائج وخيمة على العراق الذي يعتمد بشكل كلي على إيرادات النفط المالية. وأضاف الخبراء أن هذا يشكل إنذاراً مبكراً وشديداً للدول الريعية التي تعتمد اعتماداً كلياً على النفط وفي مقدمتها العراق الذي يهيمن فيه النفط على أكثر من نصف الناتج المحلي وعلى 99% من إجمالي الصادرات وعلى 95% من الإيرادات العامة، وهو مصدر الدخل الأساس والممول والمحرك للأنشطة الاقتصادية في ظل غياب شبه تام للأنشطة السلعية كالزراعة والصناعة والتخلف المريع في القطاعات الخدمية والتوزيعية. أعلنت إدارة الجمارك الصينية ارتفاع الصادرات النفطية العراقية إلى المصافي الصينية المستقلة البالغة 32 مصفاة خلال شهر تشرين الثاني الماضي. وأظهرت الإدارة أن صادرات العراق النفطية إلى المصافي الصينية المستقلة ارتفعت في شهر تشرين الثاني بنسبة 17% لتصل إلى 8350 طن متري، أي ما يعادل مقارنة بشهر تشرين الأول الذي بلغت فيه 710,000 طن، منخفضة بنسبة 60% مقارنة بنفس الشهر أو بنفس القيمة من الشهر الماضي لعام 2022. قال البنك الدولي إن الحرب القائمة في قطاع غزة ستدفع نحو انكماش حاد في الاقتصاد الفلسطيني وسط آثار مدمرة على السكان في قطاع غزة وبدرجة أقل في الضفة الغربية. ويأتي تقرير البنك الدولي لاحقاً لعدة تقارير اقتصادية صادرت عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الاقتصاد الفلسطينية، أجمعت كلها على انكماش حاد للاقتصاد المحلي للعامين الجاري والمقبل. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
ختام موجز إلى اللقاء.